وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم نوري حمزة الكاتب الصحفي، مرحبا بك معنا. مرحبا، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. المتحدث كما تابعت معنا باسم الحكومة الإيرانية يؤكد أن البلاد أن إيران تعيش أصعب أيامها، وأن من يقول غير ذلك فلا يبدو كلامه يعني منطقيا أو دقيقا. كيف تقرأ هذا التصريح، وإلى أي مدى تضغط التظاهرات أيضا على النظام الإيراني؟ يأتي هذا التصريح بمثابة تأكيد على كل ما يحدث في الشارع الإيراني، محاولة من قبل النظام الإيراني إلى الهروب إلى الأمام. التصريح يعني بمعناها السياسي أن إيران محاصرة إقليميا من قبل الولايات المتحدة، إيران محاصرة اقتصاديا، إيران دولتها وحكومتها تفقد الشرعية يوما تلو الآخر، حيث هناك ضغط شعبي، هناك مظاهرات ما زالت مستمرة في مدن وأغاليم مختلفة، وكل هذا هبوط المستوى المعيشي لدى المواطن الإيراني وعدم رضاء من كل ما موجود في البلاد. هذا يدل على أن الحكومة الإيرانية فقدت الشرعية، ولهذا السبب هي اليوم تعيش أسوأ أيامها. نعم، من ناحية أخرى على المستوى الخارجي، إيران لطالما تحدثت عما سمته محور المقاومة والممانعة وعن دعمها لهذا المحور. إلى أي مدى سيتأثر التوسع الخارجي لإيران بالأوضاع التي تعيشها البلاد؟ من المؤكد أن التوسع الخارجي الإيراني سوف يتقلص نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة من قبل الولايات المتحدة وعدم تصدير النفط، والأمور الاقتصادية التي تدير بالبلد بشكل عام وأوصلت البلد إلى مظاهرات عارمة وعدم رضاء شعبي عارم من قبل سائر الإيرانيين بكافة الأقاليم وكافة المدن. وإيران لم تعد الدولة التي عاشت في عهد خاتمي على سبيل المثال، حيث كان برميل النفط حينها وصل إلى 150 دولار. اليوم إيران تصدر، وحينها كانت تصدر حوالي 5 مليون برميل يوميا، إيران اليوم تصدر حوالي 200 ألف برميل، 250 ألف برميل يوميا. وهذا هنا تقع الكارثة اقتصاديا وماديا، تحد من توسع المشروع الإيراني على المستوى الإقليم، خاصة في سوريا، في لبنان والبلدان الأخرى، وحتى في العراق واليمن ومكانات أخرى. وشاهدنا وسمعنا تصريحات نصر الله وبعض الآخرين المرتبطين بالمشروع الإيراني، حيث يشكون حالهم ووضعهم بدليل عدم وصول هذه المساعدات التي كانت تصلهم بالملايين الدولارات سنويا وشهريا لتمشية أمور إيران في الواقع في الإقليم. نعم. كل هذه المؤشرات تدل على أن المشروع الإقليمي الإيراني وصل إلى الفشل. طيب، هل ينفي اتهام طهران لواشنطن بصراحة بالوقوف خلف التظاهرات، ينفي ويلغي أحقية مطالب المتظاهرين؟ هل يمكن للنظام الإيراني أن يتعامل مع هذه المطالب بشكل آخر؟ على الإطلاق، المتظاهرين لديهم كل الحق بالتظاهر، والتظاهر بدأ تظاهر سلمي ولكن الشعارات كانت راديكالية، وبالمقابل جوبه بالرصاص الحي من قبل السلطات الأمنية الإيرانية. وعلى المستوى السياسي، المتظاهر الإيراني اليوم وصل إلى قناعة تامة أن الدستور الإيراني والحكم الفردي الذي يقوده علي خامنئي بمثابة ولي الفقيه لا يصلح لإدارة البلاد على الشؤون الاقتصادية والسياسية وعلاقاتها بالعالم. فهذا حكم كهنوتي، حكم يعني من القرون الوسطى، ليس بحكم حضاري، وإنما حكم متخلف. وكل هذه القناعات هي جاءت ودفعت المتظاهر الإيراني إلى الساحة كي يتظاهر، وهذا لا ينفي حق المتظاهر الإيراني، بل العكس، المواطن الإيراني يعني المتظاهر الإيراني هو له كل الأحقية، بينما هناك السلطات الإيرانية هي من تريد ترجع إلى الوراء ثقافيا وحضاريا ومتشبثة بالإرهاب. هذا ما يرفضه المواطن الإيراني بشكل عام، وتعليقات الإيرانيين بشكل عام، المسؤولين الإيرانيين على بشكل عام، ورمي كل ما يحدث في البلاد على
عاتق الولايات المتحدة والبلدان الأخرى، هذا أصبحت شماعة معروفة لدى كل جميع الإيرانيين ولدى نعم، حتى خبراء الإقليم. شكرا جزيلا لك سيد نوري حمزة الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.